بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم جميعا في اللقاء الحي الخامس لمادة مبادئ الاقتصاد الكلي، والتي سوف نتناول فيها النموذج الكنزي وتحديد الدخل التوازني. بالطبع سوف نأخذ خلال اللقاءات اللاحقة ثلاث أنواع من التوازن، أو التوازن في ثلاث أنواع من الاقتصادات. الأول التوازن في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين، رجال الأعمال والأفراد، والتوازن بعد ذلك في اقتصاد مغلق أيضا مكون من الأفراد ورجال الأعمال وقطاع الحكومة، وأخيرا سوف نوسع النموذج ليشمل القطاع الخارجي، الصادرات والواردات، بحيث يصبح الاقتصاد مفتوح مكون من أربع قطاعات: الأفراد ورجال الأعمال والحكومة والقطاع الخارجي X ناقص M. في البداية نموذج كينزي بيفترض أن الطلب، زي ما شفنا في فرضيات النموذج الكينزي في اللقاء السابق، بيفترض ان الطلب على سعر خدمات يحدد الانتاج. يحدد ماذا؟ الانتاج، اي عكس الكلاسيك اللي قالوا لا، الانتاج او العرض هو من يخلق الطلب. فنحن بنعرف انه عند كينز عكس، هو عكس وقال انه الطلب على السلع والخدمات هو من يحدد العرض او الانتاج. اوكي، في على الاقل يعني في الاجل القصير. ماذا نقصد في الاجل القصير لما نحكي المدى القصير او المدى او الاجل القصير؟ او هو الفترة الزمنية التي لا تتغير فيها الاسعار، او اذا تغيرت تتغير بشكل طفيف جدا. هذا هو الاجل القصير او المدى القصير. ففي الاجل القصير المنتجون او البائعون سوف يعرضون كل الانتاج المطلوب الذي يطلب عادة من طرف الافراد سنة تقريبا، يعني الاجل القصير لغاية سنة. يا علي كلامك سليم، ممكن ثلاث اشهر، اربع اشهر مقبول، خمس اشهر، ست اشهر، لغاية سنة تقريبا، كلامك سليم. في الأجل القصير يتعدى الاقتصاد بسرعة من أجل الوصول إلى مستوى التوازن، ومستوى التوازن يتحقق عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات بيساوي العرض الكلي عادة من السلع والخدمات، اللي هو الإنتاج الكلي من السلع والخدمات. طيب جيد، خلينا في البداية قبل ما نروح نشوف تحديد التوازن في اقتصاد مغلق، بدنا ناخذ بعض الشغلات الخاصة بالاستهلاك، دالة الاستهلاك، دالة الادخار، الدخل كيف يتوزع الى اخره. 10 سنوات طويل، لا 10 سنوات يعتبر طويل الاجل، 10 سنوات طويل الاجل، 5 سنوات، 3 سنوات لغاية 5 سنوات متوسط الأجل، متوسط الأجل بين 3 و5 متوسط الأجل. 10 سنوات هيك صار يعتبر طويل الأجل، هذا طويل المدى. السنة أكيد قصير الأجل، أكيد قصير الأجل. نعم، نبدأ برقم واحد في البداية، اللي هو تحديد توازن اقتصاد مغلق مكون من قطاعين، اللي هم قطاعي الافراد ورجال الاعمال، او قطاع الافراد المستهلكين، وقطاع رجال الاعمال قطاع المنتجين او قطاع الشركات، له اسماء اخرى. رجال الاعمال له عدة اسماء، بسموه قطاع المنتجين، رجال الاعمال ايضا بسموه قطاع الشركات، فهذه اسماءه. او قطاع المستثمرين ايضا له اسم رابع
قطاع المستثمرين او القطاع الاستثماري الانفستمنت اي. اما الافراد له عده اسماء، حكينا قطاع الافراد، القطاع العائلي، اوكي، قطاع برضه اسم ثالث، قطاع المستهلكين، كل هاي الاسماء مرادفات للافراد. اوكي ممتاز. نحن لازم نعرف انه التوازن في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين يتحقق التوازن عندما يكون الطلب الكلي من طرف رجال الاعمال ومن طرف الافراد بيساوي العرض الكلي من الانتاج الكلي من السلع والخدمات الذي تنتجه الشركات في البلد. فالانتاج الكلي من سلع وخدمات او العرض الكلي من سلع وخدمات واي الانتاج واي، او العرض الكلي اي اس اجريجيت سبلاي، لان العرض الكلي بالانجليزي اسمه اجريجيت كلي، سبلاي عرض، فاجريجيت سبلاي اللي هو الواي الانتاج يساوي الطلب الكلي. فالطلب الكلي في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين ينقسم الى جزئين. الجزء الاول يختص بطلب الافراد، الطلب الاستهلاكي consumption C، بينما النوع الثاني من الطلب هو طلب رجال الاعمال على شراء المعدات، الجرافات، الماكينات، الكمبيوترات الضرورية اللازمة للعملية الانتاجية. اذا هذا كلام نحن سبق اخذناه في، مش في اللقاء السابق، اللقاء اللي قبل السابق اذا بتذكروا، اعطيتكم الرموز كلياتها وحكيتكم انها مهمة، صح؟ لانه بعدين حنعتمد عليها. طب جيد، الان يا شباب خلينا بالجزء الاول من الطلب، الطلب الاستهلاكي اللي هو السي consumption. هو كتب لك انه السي هذا هو مقدار ما ينفق القطاع العائلي وقطاع الفراغ عشان السلع والخدمات، اكيد. فحسب كينز الاستهلاك يرتبط مع الدخل بعلاقة موجبة. شو يعني؟ يعني ببساطة كل ما بيزيد الدخل، دخلك بيزيد قدرتك على الانفاق الاستهلاكي. كل ما بيقل دخلك بيقل قدرتك على شراء السلع والخدمات، اي بيقل طلبك او طلبك على شراء السلع والخدمات. اذا علاقة طردية الجميع فهمها. كنز بيحكي انه مش كل الدخل عادة يذهب للاستهلاك، ليس كل الدخل يذهب عادة للاستهلاك في البلد، هناك جزء من الدخل يبقى وهذا اذا بقي لم يصرف على شراء الخبز والملابس والكذا يعتبر مدخرات، يبقى في البنك كمدخرات. منال، اذا الراتب قليل يكون الطلب قليل، بالطبيعة اذا الدخل قليل الطلب قليل، اذا الدخل كبير الطلب كبير. فالجزء اذا جزء يذهب واي جزء يذهب من الدخل استهلاك، والجزء الاخر يذهب سيفينج. فالدخل واي يساوي الاستهلاك، ما ينفق على الاستهلاك، زائد اس سيفينج، ما ينفق على ماذا؟ ما يترك كمدخرات في البنك. ممتاز. هذا كلام اتوقع مكتوب في وين، خلينا نشوف اذا مكتوب في مكان معين، لازم يكون مكتوب. هيو مكتوب في الشريحة الاخيرة. شوف الكلام اللي كتبته تحت. انا ها هو انا استبقت الكلام الشريحة السادسة الاخيرة، بس اصلها بتشوفوها. هيو كتب لك الدخل يتوزع بين الاستهلاك والادخار، اي ان الدخل واي ايكوال سي زائد اس، شايفينه؟ حيث الادخار مدخراتك هي دخلك، اذا كان دخلك 10,000 ريال
انفقت على الاستهلاك 8000، مدخراتك كم بتكون يا عزيزي؟ 2000 صح؟ المتبقي 2000 هي مدخراتك. اذا كان دخلك 5000 ريال اشتريت خبز وملابس وبنزين ب 4000، المدخرات كم بتبقى؟ المتبقي اللي هو 1000 اكيد. برافو، شكرا يا شهد ويا علي. اوكي، اذا شفنا الكلام هذا، نحن خلينا نكمل، معناته خلينا نكمل. فنحن كنز حكى انه الاستهلاك ينقسم الى نوعين. الاستهلاك ينقسم الى ماذا؟ الى نوعين. النوع الاول هو الاستهلاك الثابت الذي لا يعتمد على الدخل، الذي لا يعتمد على الدخل. حتى لو كان دخلك صفر صفر، اي انك عاطل عن العمل، لا تعمل، سوف تستمر في الاكل والشرب. سوف تستمر في ماذا؟ في الاكل والشرب. استهلاك ثابت، بمعنى لو كنت فقير، انت لن تتوقف عن الاكل والشرب، لو كنت عاطل عن العمل، ليس لديك دخل، لا تعمل، ليس لديك دخل، سوف تستمر في الاكل الحد الادنى، هذا يسموه الحد الادنى، سوف تستمر تاكل وتشرب. اوكي، هذا اسمه الاستهلاك الثابت، هو جزء من الاستهلاك الكلي يا منال. الاستهلاك الكلي يا منال يشمل جزئين، استهلاك ثابت واستهلاك متغير يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الدخل. فالاستهلاك الكلي عبارة عن جزئين، ألا وهو الاستهلاك الثابت الذي لا يعتمد على الدخل، والاستهلاك المتغير أو التابع الذي يعتمد على الدخل. كل ما بيزيد الدخل بيزيد الاستهلاك، كل ما بيقل الدخل بيقل الاستهلاك، صح؟ أيوة، ممتاز. فرقم 3 زي ما هي شايفة يا منال، الاستهلاك الكلي سي إيكوال الاستهلاك الثابت زائد هي، وكاتب لك إياها أنا، كاتب لك إياها. الاستهلاك متغير. ليش اسمه متغير؟ لأنه يتغير بتغير الدخل. اليوم راتبك 10,000 ريال تنفقي شيء، بكرة راتبك 12,000 ريال تنفقي شيء آخر، بعد سنة راتبك انخفض إلى 8,000 ريال بينزل استهلاكك. اذا الاستهلاك متغير لانه يتغير بتغير الدخل صعودا او هبوطا. فهمتي؟ ممتاز. فالاستهلاك الكلي ببين العلاقة بين مستوى الدخل وما ينفقه الافراد على شراء السلع والخدمات. اكيد علاقة موجبة، اكيد علاقة موجبة، عشان هيك حطينا اشارة الزائد قبل البي واي، عشان لنرمز للعلاقة الطردية بين الواي الدخلي وبين الاستهلاك. طيب اذا فهمنا هذا الشيء بسيط، فهمناه مع بعض، خلينا الان نشوف المعادلة اللي احنا كتبناها هون في الاسفل، شفتوها السي يساوي هاي في السوداء، بدي اكررها الان في الشريحة اللاحقة بالاحمر، هي نفسها، حيث السي اي ترمز الى الاستهلاك الثابت، بي الميل الحدي للاستهلاك، بي الميل الحدي للاستهلاك بطبع واي، كلكم عارفين واي هي الدخل، دخلك 10,000 5,000 20,000 100,000، هذا الدخل. اوكي، فعندي السي اي نعرفها قبل شوي اخذناها، بضل عندي البي والواي عرفناها انها الدخل، بيبقى عندي البي شو هو؟ الميل الحدي للاستهلاك الذي تعريفه هو مقدار الزيادة في الاستهلاك نتيجة زيادة الدخل بوحدة واحدة
بوحدة واحدة، أي أنه يعرف تعريف آخر مقدار التغير في سي على مقدار التغير في واي رياضيا. مقدار التغير في سي في الاستهلاك تقسيم مقدار التغير في واي بيعطيك بي. فلو كانت بي، يعني شو يعني تعريف آخر؟ يعني مدى الميل الحدي. الميل الحدي يعني مدى استجابة الاستهلاك للتغير في الدخل. يعني إذا ارتفع دخلك مثلا 100 ريال، كم يا ترى بيرتفع استهلاكك؟ أو إذا ارتفع الدخل 1000 ريال، كم يا ترى بيرتفع استهلاكك؟ أو العكس، إذا انخفض دخلك 100 ريال، كم بينخفض استهلاكك؟ يعتمد على قيمة بي، يعتمد على قيمة الميل الحدي للاستهلاك يا شباب. طيب، فلو فرضنا يا شباب انه بي الميل الحدي للاستهلاك في السعودية، في السعودية كان 80% او 0.8 او 8 بالعشرة، 80% اللي هو بي. فلو زاد دخلك يا اخي ريال، كم حيرتفع استهلاكك؟ حيرتفع استهلاكك بمقدار 80 هللة. اما لو زاد دخلنا القومي في السعودية بقيمة 100 مليون ريال، كم حيزيد استهلاكنا كسعوديين؟ بيزيد بمقدار 100 ضرب 8 بالعشرة، 80 مليون. كلام سليم، كلام سليم. هذا ما يعني الميل الحدي للاستهلاك. ايضا لو انخفض دخلنا كسعوديين بقيمة 50 مليون ريال، كم ينخفض استهلاكنا؟ كم ينخفض استهلاكنا؟ مين بيعرف؟ 50 مليون ضرب 0.8 بيعطيك 40 مليون ريال. كلام سليم. اذا هذا ما يعني الميل الحدي للاستهلاك. اذا فهمنا شو يعني. طيب، فالدخل المتاح، فواي هو الدخل القومي او الدخل المتاح الذي لا يوجد فيه تدخل حكومي ولا صادرات، لانه انا بفترض هون اقتصاد مغلق مكون من ماذا؟ مكون فقط من قطاع رجال الاعمال وقطاع مين؟ وقطاع الافراد. طيب، الان الدالة اللي شايفينها في الرسمة الصفراء هي دالة الطلب الاستهلاكي، او دالة بيسموها الاستهلاك. شايفينها؟ لاحظوا انها متصاعدة موجبة. ليش؟ مثلها مثل منحنى العرض. ليش؟ لأنها تعكس العلاقة الطردية الموجبة بين الدخل والاستهلاك. كل ما بيزيد الدخل بيرتفع الاستهلاك، كل ما بيقل الدخل بيقل الاستهلاك، صح؟ أيوة. خلينا نشوف شو هي العوامل اللي بتخلي هاي الدالة الصفراء الاستهلاك يرتفع الى اعلى، وما هي العوامل اللي بتخلي هاي الدالة الصفراء ينخفض الى اسفل. ما هي العوامل التي تؤثر على الاستهلاك؟ خلينا نشوفه مع بعض في الشريحة الرابعة. العامل الاول اكيد بشكل منطقي ثروتنا اللي بتشمل ما نملك من ذهب، من فضة، من اسهم، من سندات، من سلع معمرة، سيارات الى اخر، من ساعات، اي شيء نملكه نحن. اوكي،
قابل للبيع، قابل للبيع. فإذا ثروتنا إذا ارتفعت قيمة ثروتنا بأدي أكيد بتزيد قوة قدرتنا على شراء السلع والخدمات، بنصير أغنياء، بنستطيع نشتري سيارات، بنستطيع نشتري كمبيوترات، بنستطيع أوكي. لكن لو ثروتنا انخفضت قيمتها نتيجة أي سبب من الأسباب فإن قدرتنا على الشراء بتقل كأفراد، فبقل استهلاكنا وبينخفض الاستهلاك الرسمي، هاي بينخفض إلى أسفل، ينخفض منحنى الاستهلاك أو دالة الاستهلاك إلى أسفل. صح؟ هذا منطقي جدا، منطقي جدا. السبب الثاني أو العامل الثاني اللي بيأثر على الاستهلاك صعودة أو هبوطة ثقة المستهلك في ثقة المستهلك في المستقبل. هل نظرته تشاؤمية أو نظرته تفاؤلية للمستقبل؟ إذا كان نظرته تشاؤمية أكيد عندها الاستهلاك الثابت حينزل، لأنه حيصير يدخر أكثر على حساب الاستهلاك. نحن حكينا الدخل في الشريحة الأخيرة هون مقسوم بين ادخار اس واستهلاك. فإذا كان نظرتك تشاؤمية للمستقبل فأنت حتصير تحكي بدي أخبي قرش الأبيض ليوم الأسود، إن شاء الله أيامكم كلها تكون شو بيضاء بإذن الله تعالى. فبصير يدخر للمستقبل على حساب استهلاكه الآن، فبقلل استهلاكه الآن لأنه بده يدخر. فبصير إذا راتبه 10,000 ريال كان كل شهر يحط في البنك 2000 ويستهلك 8,000، بصير يستهلك 7,000 ويحط زيادة 1000 في البنك. فالاستهلاك أيوة، فهون وينه؟ فهذا المنحنى الأصفر في الحالة هاي بينزل، بروح باتجاه وين؟ الأسفل، بينزل استهلاك إلى أسفل. أيوة. أما لو كان نظرتك تفاؤلية أو نظرة الناس السعوديين في البلد تفاؤلية للمستقبل، بتوقعوا أنه الحكومة السعودية حتعطيهم السنة الجاي زيادة 10%، في إشاعة أو في كلام في البلد أنه جميع موظفين الحكومة أو الموظفين القطاع الخاص حيصرف لهم الحكومة 10% رواتب، بده يجيهم 1000 ريال زيادة، أو بده ينخفض الأسعار في المستقبل، أو بده تنخفض الضريبة في المستقبل، أو بده يرتفع سعر البترول في المستقبل مما يؤثر يحسن وضع السعوديين. فهون بيزيد شو؟ بيزيد استهلاكهم الحالي بيرتفع سي زي ما شايفين في الرسم في الأسفل على اليسار بيرتفع من تحت إلى أعلى. أيوة ممتاز رائع. حساب المواطن هذا اسمه تحويلات، منال قصير، اسمه تحويلات حساب تحويلات إعانات حساب إعانات. نعم حنيجي يا منال. التحويلات والإعانات في اللقاء، اللهم صل على سيد محمد، أتوقع الثامن، اللقاء الثامن حنيجي اسمه التحويلات أو الإعانات الحكومية. الحكومة بتأخذ من جهة وبتعطي جهة أخرى، نشوفه بعدين. أوكي طيب أوكي، هدول النقطتين حكينا فيهم يا شباب، أهم عاملين بيأثروا على منحنى الاستهلاك أو على الاستهلاك، بنقله إلى أعلى بشكل موازي لنفسه أو بنقله إلى أسفل، هم الثروة وثقة المستهلك في المستقبل. الآن اثنين، هذا واحد. اثنين، ما هي العوامل اللي بتأثر على ميل المنحنى أو بيأثر على الميل الحدي للاستهلاك؟
بيخليه مائل كتير، مائل كتير او قليل الميل، او قليل الميل. اها، اول شيء التقديرات الشخصية للزيادة في ماذا؟ في الدخل، هل هي دائمة او مؤقتة؟ اذا كان انت بتشتغل في شركة او في حكومة، وانت بيجيك كل سنة زيادة سنوية ثابتة دائمة من 10 سنين قيمتها 500 ريال كل سنة على دخلك، يعني راتبك سنة 2019 10,000، انت بتعرف انه سنة 2020 راتبك بيجي 500 ريال، بيصير 10,500، اللي السنة بعدها حيجيك كمان 500، بيصير 11 وهكذا. اذا هاي الزيادة دائمة. اما اذا فبيكون ميلك للاستهلاك عالي. اما اذا كان هذا للزيادة زيادة مؤقتة لمدة سنة فقط، بيكون ميلك اقل للاستهلاك، بنزل. ايوه، علاقة عكسية. برافو برافو منال. العامل الثاني اللي بيأثر على ميل المنحنى او على البي، على البي على البي هل هو بيخليه كبير او بيخليه صغير؟ ضريبة الدخل، انخفاض ضريبة الدخل. فهذا يعني زيادة في المنحة السيرك. ليش؟ لأنه لما الضريبة على دخلك تكون قليلة اللي بتفرضها الدولة عليك، ميلك عادة السيرك بده يزيد، ميلك الاستهلاك شو بده؟ ياسر حكمي، حياك الله وعليكم السلام. ميلك شو كنا حكينا؟ ميلك بده يزيد. ايوه، علاقة عكسية، علاقة عكسية. اما لو ارتفع الضريبة، الحكومة فرضت عليك ضريبة عالية وصارت تاخذ من راتبك 10,000 كل شهر 2000 ريال، عندها ميلك للاستهلاك بده يقل يا شاطر، ميلك للاستهلاك بده يقل، خصوصا اذا كانت هاي الضريبة ضريبة نسبية على الدخل، ضريبة نسبية على الدخل. ايوه، فإذا فرضت الدولة على كل واحد بيشتغل في الدولة أو في البلد 5% من دخله، فإنه ميلك للاستهلاك سوف يقل. أيوة، كل ما بتزيد الضريبة المفروضة عليك. أيوة، ممتاز. طيب، جيد جيد. الآن بدنا نروح نشوف الاستثمار. نحن حتى الآن نتحدث عن مين؟ نتحدث على السي، على فقط الاستهلاك، الطلب الاستهلاكي. خليني اروح الان اشوف الطلب الاستثماري او طلب رجال الاعمال الانفستمنت او الانفسترز المستثمرين، طلبهم على السلع الرأسمالية او السلع الانتاجية. Let us go there to slide number 5. بالنسبة للاستثمار، الانفستمنت على عكس الاستهلاك، الاستهلاك كان نوعين، نوع ثابت ونوع متغير. بالنسبة للاستثمار فقط ثابت، سوف نعتبره في نموذجنا هذا ثابت، لا يعتمد على الدخل، لا يعتمد على الدخل. انا بعطيك اياه بالسؤال او بالتمرين، انا بقول لك الاستثمار 100 مليون، تحط اي تساوي 100 مليون. انا بحكي لك الاستثمار 50 مليون، بتكتب الاستثمار 50 مليون. انا بكتب لك بالسؤال استثمار 10 مليون، بتكتب 10 مليون. رقم صحيح، رقم ثابت صحيح يعطى في السؤال. ايوه، بالتالي لما نجمع الاثنين مع بعض، الطلب الاستهلاكي مع الطلب الاستثماري، بيعطيني الطلب الكلي. الطلب الكلي في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين يا شباب، صح؟ ممتاز ممتاز. الآن بالنسبة للعرض الكلي،
احنا حكينا في الشريحة الأولى طلعوا، الشريحة الأولى أو الثاني سوري طلعوا، حكينا التوازن الكلي يتحقق متى؟ متى؟ عندما يتساوى واي العرض الكلي أو الإنتاج الكلي من السلع والخدمات مع الطلب الكلي، صح؟ اللي هو الطلب الاستهلاكي طلب الأفراد سي زائد طلب رجال الأعمال اي، واي اللي هي العرض الكلي والإنتاج الكلي هون واي هيها كاتب لك اياها، الانتاج العرض الكلي الجريت سبلاي اللي هو الانتاج يمثل الخط الازرق على اليمين، الرسم اللي على اليمين طلع على الرسم اللي على اليمين اللي الازرق السماوي، الازرق السماوي فاتح، هذا الخط هو خط العرض او خط العرض الكلي او خط ال45، له عده اسماء، له ثلاث اسماء والله، له اربع اسماء حتى، له ثلاث اربع اسماء بسموه خط 45 او خط الدخل او خط الانتاج او خط العرض الكلي او منحنى العرض الكلي، اربع اسماء، اربع اسماء، اربع مرادفات له، منحنى العرض الكلي او بسموه خط الدخل او بسموه خط الانتاج، وله اسم رابع خط ال45. ايوه طيب، التقاء الآن، التقاء منحنى الطلب الكلي الأصفر اللي فوق في الرسم تحت على أقصى اليمين، الرسم اللي فوق سي زائد اي، لأن سي زائد اي هو الطلب الكلي، التقاء المنحنى الأصفر مع المنحنى الأزرق، النقطة الكبيرة الصفراء هي نقطة التوازن في الاقتصاد، يتحقق التوازن في تلك النقطة حيث يكون الإنتاج التوازني أو الكميات المنتجة في البلد التوازنية واي ستار زي ما أنتم شايفين، واي شو ستار، هذا هو شو اسمه الإنتاج التوازني أو الدخل التوازني، شايفينه أو التوازن أو الدخل الذي يتحقق عنده التوازن في الاقتصاد. أيوة ممتاز. فبالطبع اذا كان واي ستار 100 مليون، شو بيكون الطلب الكلي اي زائد اي 100 مليون، اذا كان واي ستار 50 مليون لازم يكون سي زائد اي 50 مليون، اذا كان واي ستار 30 مليون لازم في نقطة التوازن، بحكي في نقطة التوازن لازم يكون مجموع الطلب الاستهلاكي سي زائد الطلب الاستثماري اي بيساوي 20 او 30 سوري 30 مليون. تفهمنا كيف هذا؟ الرسومات بالاختبار غير مطلوبة معك بالاختبار، فقط الهدف منها الفهم ليس إلا، هدفها التوضيح ليس إلا، الرسمات فقط التوضيح ليس إلا. طيب ممتاز، الآن آخر شريحة اليوم عشان نحكيكوا يعطيكوا ألف عافية، العلاقة بين الاستهلاك والادخار. نحن شرحناها قبل في يعني في بداية اللقاء اللي حضر، بداية اللقاء أنا فتحت عليها الشريحة، فتحت عليها لما حكيت كيف بتوزع الدخل، أن الدخل يتوزع جزئين، جزء بيروح للاستهلاك ما تبقى بيبقى في البنك كمدخرات إلك. طيب أوكي، وحكيت بالتالي عشان نحسب الادخار بنطرح دخلي 10,000 ناقص قيمة انفاقي على السلع المستهلكة، اشتريت خبز دخلي 10,000 ريال، اشتريت خبز بالشهر بقيمة 100 ريال، اشتريت بنزين بقيمة 1,000 ريال، دفعت ايجار للشقة 2,000 ريال، دفعت اللهم صل على محمد ملابس احذية الى اخره، دفعت مجموع ما دفعته سي 8,000، بطرح 10,000 ناقص 8,000 بيطلع 10 هيك، بيطلع ادخار سي اللي هو دخلي واي ماينس استهلاكي، فالادخارات بتساوي اذا كان دخلي 10,000 وانا في شهر شباط انفقت 8,000،
إذا ما تبقى 2000 هو ادخاري، هذا شيء معروف. طيب جيد جيد، الآن بدي أتعلم كيف أشتق دالة الادخار من دالة الاستهلاك، يعني بالاختبار إذا أعطاني دالة استهلاك وخلي تفضل أوجد دالة ادخار، لازم أعرف أوجدها. كيف صيغة دالة استهلاك عادة اللي بالأحمر أخذناها هون، هاي بالأسفل شفتها، وهي في أعلى الصفحة شفتها، هاي اسمها دالة ماذا؟ دالة الاستهلاك، صح؟ جيد، مكونة من CA استهلاك ثابت زائد BY الاستهلاك المتغير الحمراء. طيب كيف بدي أشتق دالة الادخار منها؟ كل ما عليك فعله يا عزيزي إنك CA هو رقم، CA رقم بتحط قبله ناقص، بينما البي اللي هو برضه رقم بتحط قبله واحد ناقص بي، بيطلع هيك، بيطلع معك دالة ماذا؟ الادخار، حيث اس الادخار وسالب سي اي هو الادخار الثابت وهو سالب، على عكس الاستهلاك الثابت اللي هو موجب، وواحد ناقص بي في الدالة هاي هو الميل الحدي للادخار. نحن حكينا بي شوفوا هون بي كان الميل الحدي لماذا؟ لمن؟ الاستهلاك، اها، بينما واحد ناقص بي في الدالة الخضراء هو الميل الحدي للادخار، الميل الحدي لماذا؟ للادخار. حلو، خليني اخذ مثال دالة استهلاك عبارة عن سي اي 50 مليون ريال زائد 0.y. طيب ايوه، قال لك تفضل اشتق، لا حدا يكتب لو سمحتوا، قال لك اشتق لي دالة الادخار من دالة الاستهلاك الكلي. الادخار سيفينج، اول رمز منه اس، الخمسين بجيبها وبحط قبلها سالب، بتصير سالب 50 زائد البي هو الرقم اللي جنب الواي، بحط واحد وبطرحه منه بالطريقة هذه، صح؟ الآن اس ايكوال سالب 50 زائد واحد ناقص 0 بوينت كذا على الآلة الحاسبة 0.25، ها هي دالة الادخار، صح؟ ممتاز. مثال آخر أنا حاطيكو إياه 15 زائد 0.7y. اتفضلوا اشتقوا لو سمحتوا دالة الادخار، تفضلوا اشتغلوا. اتفضلوا هيك سالب 15 شاهد غلط، لا دالة الادخار لا تكتب هكذا، ننتظر الاجابات. علي غلط علي. هكذا تكتب اس غزوة ناسي الواي، ما كملتي، برافو علي الكريديس، علي الكريديس اول واحد اتوقع بجيبها صح، برافو عليك علي جابها صح. نحن عندنا دالة استهلاك سي
كانت 15 زائد خليني اكتبها مرة تانية لانها راحت، لانها راحت. كانت هيك ذات السلع صح؟ معناته الادخار سيفنج هيك ناقص 15، قبل 15 نحط ناقص، زائد 1 ناقص 0.7y. خليك معي y. اذا سيفنج الداله صيغتها النهائيه ناقص 15 زائد 0.3y. ها هي الدالة الادخار، صح ولا غلطان؟ عليك رديس، برافو عليك، برافو عليك. إذا عرفنا كيف العملية بتتم، العملية بسيطة، لازم تعرف إنك الرقم في دالة السلاك الموجود بتحط قبل سالب، الرقم الموجود جنب البي، جنب الواي اللي هو البي، تطرحه واحد ناقص هذا الرقم خلص. وبتطلع معك الدالة. أيوة يا حنان، أيوة يا حنان، كلامك سليم، كلامك سليم، أيوة ممتاز. إذا عرفنا كيف عن طريق الآلة حاسبة سهلة جدا، أو مسموحة كل حال بالاختبار، آلة حاسبة مسموحة بالاختبار، مسموحة بالاختبار. أوكي، شو هالرقم أسماء الفيفي؟ شو يعني طلع معك هيك؟ في شيء على الآلة الحاسبة غلط، أنت إدخالك حطيها بين قوسين يا أسماء السيسي، شكله في شيء على الآلة الحاسبة غلط، عيد حساباتك وعيد الطريقة اللي بتدخلي فيها على الآلة الحاسبة، لازم تحط على الآلة الحاسبة هيك الرقم زي ما كتبت منال، 1 ناقص 0.7 هيك. بيطلع 0. ايوه هاي 0.3، هاي 0.3 بتحطيها جنب الواي، خلص هاي 0.3 بتحطيها جنب الواي، بتصير اس بتساوي اشوف اس. حاضر، سؤال اخر، اذا علمت ان دالة الاستهلاك الكلي في البلد هي 100 زائد 0.9y، اوجد لو سمحت دالة الادخار، اشتق دالة الادخار من دالة الاستهلاك، تفضل. شو عليك رديس مرة ثانية، برافو عليك، اكسلنت، صح. 100 قبلها ناقص واطرح 1 في 9 10، ممتاز. ما بداش اكثر من هيك. برافو، برافو عليك رديس، برافو عليك، برافو. غزوة يعني بدك تكتبيها في الصيغة النهائية، من على كل حال ناقص 100 زائد، نسيتي يا شهد الواي جنب العشر، كلامك سليم يا شهد، لكن ناقص 100 زائد عشر هيك واي يا شهد، او مين مش عارف مين هي، هيك لازم. رغدة كلامك سليم رغدة، بس لازم تكمليها لانه طلعها بصورتها نهائية، نفس الواي يا رغدة، واي يعني انت اس بتساوي رغدة 100 زائد، لا رغدة 1 ناقص 9 بالعشرة يا رغدة، 1 ناقص 0.9 وليس عشر يا رغدة، غلط 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 رغدة، هيك يا رغدة، شفتيها؟ سوري ناقص 100، أنا نسيت 100 سهوا، بالسرعة ثواني، رغدة ناقص 100 بتصير زائد لما تطرحيها بتصير عشر واي زي ما كتبوا زملائك، فهمتي؟ برافو، يعطيكم ألف عافية شباب، بتشكركم. واي لازم يا دكتور، أكيد أكيد لازم، ولا ضروري الواي، مين هذا شهد؟ ضروري الواي يا شهد،
ضرورية. من القصير ناقص 100. غلط، من القصير ناقص 100 زائد عشر وليس ناقص عشر يا منال يا قصير. ناقص 100 صح، بس نسيتي انه 1 ناقص 9 ب 10 زائد عشر. عدلتي حالك، برافو عليكي، هيك صح، سقط سهوا بسيطة، المهم بالاختبار ما يسقطش سهوا. اكيد يا غزوة تفرق كتير، تفرق كتير يا غزوة. ليش؟ احكي لك ليش يا غزوة. لو عملتي هيك يا غزوة، طلعي 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 9 بالعشرة على اي حاسبة، 9 بالعشرة ناقص 1، حتعطيك الآلة الحاسبة، حتعطيك الآلة الحاسبة هذا الرقم ناقص عشر، وهذا غلط. بس لو حطيتي 1 على الآلة الحاسبة ناقص 9 بالعشرة حتعطيك الآلة الحاسبة زائد عشر، موجب عشر. صح ولا أنا غلطان يا غزوة؟ برافو عليكم. رغدة، إن شاء الله في باللقاء الحي السابع أو الثامن في عندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة على شكل اختبار، حنحل مجموعة كبيرة من الأسئلة مع بعض بحدود زي مراجعة، بس نمضي في المادة شوي. اصبروا، إن الله مع الصابرين إذا صبروا. الآلة بس تطلع 100، شو الآلة بس تطلع 100؟ مش فاهم شو قصدك، مش فاهم شو قصدك. الآلة بس تطلع 100، شو هالكلام، مش فاهم أنا. يعني ما تطلع معادلة الناتج، أوكي، ما أنت بدك تطلعي، بدك تشتغلي، بدك تشتغل على حاسبة، الشغلات الحسابية فقط، شو مالك؟ يعني بدك تطرحي 1 ناقص 0.75 مثلا، بيطلع معك على حاسبة 0.25، بتحطيها جنب الواي، الرقم بس 50 بتحطي جنبه ناقص، شو صار صاروخ؟ من صار صاروخ؟ ال 50 طلع على المعادلة، آخر مثال، آخر مثال، العشرة عشان طلع ذات الادخار الخضراء، العشرة شو بتحطي قبلها؟ ناقص، ناقص 10. ال 0.8 بالعشرة بتروح على الآلة الحاسبة، بتعملي 1 ناقص 0.8 بالعشرة، حتعطيك الآلة الحاسبة هذا الرقم 0.2، أنا متأكد، متأكد إذا دخلتيها صح، صح؟ هيك بتعطيكي، تكتبي 0.2 جنب الواي وانتهى الكلام. أيوه، طيب ممتاز، ممتاز. في حد عنده أي سؤال؟ طيب، على كل حال بتشكركم على هذا اللقاء، نحن حنستمر في الاقتصاد المغلق المكون من قطاعين في اللقاء يوم الأحد بإذن الله، حنشوف كيف يتوازن الاقتصاد في المغلق المكون من قطاعين، كيف نحسب الدخل التوازني في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين. فحتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.